في إطار فعاليات الدور العشرين لمهرجان تطوان لسينما بلدان المتوسط، عقد النجم السينمائي المصري هاني سلامة لقاء مفتوحا مع الجمهور، تحدث فيه عن مساره الفني وواقع السينما العربية وضرورة مقاربتها لقضايا الوضع الراهن للمجتمع العربي. شايف إن 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 لسه في مساحات كبيره جدا من المؤسسات الفنيه ان هي تعمل انواع نوع فن او تعمل انواع من الافلام او المسلسلات او الدراما او كده، ان هي تبقى بتتكلم اكتر، وكمان مع المرحله اللي احنا فيها دلوقتي، مرحله مختلفه برضه، يعني مرحله مختلفه في واقع في العالم العربي كله بشكل عام، فعلينا ان احنا بدور الفن ان احنا نقوم بواجبنا برضه تجاه الجمهور العربي بشكل عام، نقدم فيه رسائل تنويرية كده للمجتمع ده. ويذكر أن هاني سلامة حضي إلى جانب أسماء سينمائية أخرى بتكريم الدور العشرين لمهرجان تطوان لسينما بلدان المتوسط بتطوان.